لما الجملة صادمة، أنا مش فاكر. هي بتقول لها انا مش عايزه اقول الكلمه. لا، وانا مش عايز اعيد. اذا بنتكلم عن لما احتدوا في الدين، كانت كلمه وحشه قوي. في الدين. طب انت لما تصلي لقناعه انه ما ينفعش اقولها، وبعدين بيقنعوك بقى. ما هو انت لوحدك بتقول لا وسط كل، ما هو هيقنعك بعد كده باي مشهد، مع انك ممكن ان انا خلاص وصلني الاغواء، خلاص فهمت انك بتعملي مشهد لاغواء هذا الشخص، لاكتذابه، خلاص فاهم. لكن ان انا ازود فيه يبقى هنا تجاري، هنا انا عايز ابيع بالمشهد. ممكن يكون بيبيع بالمشهد، ممكن جدا. طب وليه تقبلي تكوني سلعه؟ ليه تقبلي تكوني سلعه؟ لا انا مش سلعه، انا ممثله. وفي الاخر بالمناسبه يعني احنا سلعه بنبيع، ولو ما بنبيعش كويس محدش من الانتاج هيجيبنا. انت في الاخر ممثل بتقيم. لا انا افهم الفنان انه صاحب رساله اولا، لكن في جانب لا بتقيم بشباك التذاكر بتاعك. انت بتعمل كام؟ بيبيع كام؟ بيدخل في شباك التذاكر قد ايه؟ مليون، 10، 20، ومن هنا بيقيم اجره، صح؟ طيب بس مش عايز اوافق قوي انه انتوا سلعه، يعني زي ما انت بتقولي احنا في النهايه سلعه. مش عايز اوافق من على هذا المفهوم. لا سلعه، يعني فنان في النهايه سلعة، صاحب من ناحية رساله اولا، ثم تدخل العوامل سلعه من ناحيه التجاريا. احنا انا بتكلم تجاريا، منتجين والشركات والسينمات، انا بتكلم تجاريا، ما بتكلمش في انه انا ببيع نفسي. يعني انا ما ببيعش نفسي. لا المعنى مش كده، انما سلعه بمعنى انه هو المنتج والمخرج عاوز الالفاظ دي، مفيش مشكله اذا هيبيع بيها. لا هو المنتج والمخرج عاوز المشاهد دي عشان يبيع بيها. نفس الجمل دي انا قلتها في سهر الليالي بالظبط. احنا نفس الجمل، ولا زادت ولا قلت، بس في تحفز، في ان الناس متحفزه ما اعرفش ليه، وفي حاصل انا شايفه انه تطور، وشايفه انه في حاله لطيفه جدا من الازدهار في عموما في السينما وفي التلفزيون وفي كله. طيب انت بتعملي فيلم اسمه حاره مزنوقه، انتوا واخدينه من جمله الرئيس المعزول محمد مرسي الشهيره، لطشين الاسم واخدينه منه كده بس ملوش علاقه بيه بالاسقاط السياسي ده. لا هو بيتكلم عن مصر من يوم 24 يناير لحد خطاب التنحي. الشعب العادي اللي هو ملوش في ثورة ولا ليه في أي حاجة، وكان قاعد كده وفجأة قامت ثورة، استقبل الموضوع إزاي وإيه ردود أفعالهم. هو فيلم كوميدي. كوميدي. بس بنشوف بقى في إطار العشر 12 يوم دول إن في ناس أغنياء بتهرب، ففي ناس بتخش فيلالهم فتسرق، ففي عالم آخر عاش لمدة 15 يوم حياة رائعة يعني. يعني الفيلم بيتناول اللي هي الفترة اللي كان فيها الخلل الأمني الشديد، بالإضافة لتصاعد الثورة، فناس اقتحمت بيوت أغنياء اللي هربوا اللي سابوها من الثورة، أو جروا واستخبوا وسافروا وحاجات وبتاع، مين دخل وسرق حاجتهم وإيه اللي حصل، والناس الأغنياء استقبلت خبر الثورة ده، عملوا إيه رد فعلهم موضوع من ناحية تانية خالص وكوميدي. ده اسمه حارة مزنوقة. علا، انت كنت معتقدة انه الفن في ظل الاخوان هينتهي؟ طبعا كل حاجة كانت هتنتهي. كل حاجة؟ كل حاجة، حتى مصر. مصر كانت أول واحدة هتنتهي، مش الفن بقى في داهية. الفن هو كان هيبقى في مصر. وتعاملت ازاي مع هذه الفترة؟ ولا حاجة، كنت بشتغل بإصرار وبغلاسه شديده، وعملت مزاج الخير في ظل الاخوان محمد مرسي. عشان كده بقول لك كان في مزاج الخير بالتحديد، ده كان كاننا بندي بالبوكس كده للاخوان. مش عايزين فن، هيبقى في فن اهو، هو ده.
بس ما بتخافيش انه يجيب نتيجه عكسيه، ان انا اقول يطلع بقى الاخوان ويقول شايفين الـ الـ الانحلال وشايفين الـ دول يسكتوا خالص، دول ما يقولوش اي حاجه خالص، عيب دول يتكلموا اصلا، وعيب ان حد يسمح لهم ان هم يتكلموا ونسمعهم اصلا. لان انا ولا بحترم كذاب ولا بحترم افاق ولا بحترم واحد بلا نخوه ولا بقدر احترم واحد بلا بيحبش بلده. انت بلا وطن، انت بلا يعني ما تكلمنيش عن مشهد وانت بتخطف وطن وبتسرق وطن يعني بالظبط.